السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيان الفتح المبين. بيان الفتح المبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واستجابة منا لهذا، فقد عاهدنا الله تبارك وتعالى على أن نمضي في طريقنا مخلصين لله وحده، مستعينين بالله حتى ييسر الله لنا التحقيق في مطالبنا، وتنزل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، ولنبذل أرواحنا ودماءنا في سبيل الله أحب إلينا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. الله أكبر. ولكن لا نخضع للوطرقة المتغطرسين الذين يسعون لإشعال الفتنة في بلدنا مصر الحبيبة. وسنستمر بمشيئة الله في وقفاتنا الاحتجاجية السلمية، ونحن ملتزمون بفضل الله تعالى في كل ما نقوم به بالضوابط الشرعية. فيا رجال الأمن، لا تكونوا سببا في حدوث ما لا نريده وما لا يكون له السيطرة عليه. ونعلم من اليوم أن أولى خطواتنا الفعلية لتحرير أخواتنا هي انطلاق حملة المقاطعة. 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 وستكون حملة شاملة تعم كل أرجاء مصر المسلمة. ومن هنا نتوجه إلى كل مسلم ومسلمة ونقول لهم: والله ثم والله ثم والله لن تنفعكم الدنيا وما فيها إن تقاتلتم وتركتم القضية، ولا عز لكم بغير دينكم، فابذلوا في سبيله كل غالي. وعلى جميع المسلمين من الآن لزوم المقاطعة للمصالح الاقتصادية النصارى، وخاصة المصالح التي تستقوى بها الكنيسة، حتى يصوبوا إلى رشدهم ويرجعوا مع المجرمين أمرهم ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق السفينة بهم جميعا. ومن تلك المصالح الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى، محل بيع المصوغات والحلي، محل الأساسات، مكاتب المحاماة ومكاتب الهندسة الحسابية، وشركات الاتصالات النصرانية موبينيل. الله أكبر. وكنيسة اليوم السابع، وكترائية مصر اليوم، والمدارس الخاصة التي يمتلكها ويزورها هؤلاء النصارى الساكتون على الجرائم، على جرائم شيطانهم الأكبر في مصر. وأخيرا يا مسلم، المقاطعة المقاطعة. المقاطعة المقاطعة. المقاطعة المقاطعة. المقاطعة المقاطعة. حتى ترجع إلينا أخواتنا المسلمات. حتى ترجع إلينا أخواتنا المسلمات. ويتم عزل رؤوس الفتنة. ويتم عزل رؤوس الفتنة. والله من وراء القصد. والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سبيل إلى سواء السبيل. وهو الهادي إلى سواء السبيل. وعليكم الآن بباقي الوقفة. والحفاظ على الصبغة الشرعية إن شاء الله. هنختم بالدعاء وبعد كده كفارة المجد. نتوجه جماعة للقبلة. نتوجه للقبلة.